كل طالب يستحق. لكن انا بتكلم مش من حسب المبادئ، لان للاسف اول حاجه ودي هنحاول ان شاء الله نخرجها من ذهنكم النهارده، ان انت مش طالب، انت مجرد باحث في بدايه طريقك. فانت بتنطبق مع تفكير اللي انتوا درستوه، تدرسوا معايا عارفين ان انا بتعامل معاهم كباحثين. ما احناش طلاب، ما احناش في سنه خمسه كليه الحقوق. لازم يبقى لنا دور، هذا الدور يكون مفهوم وواضح وهدفه واضح. اكيد الهدف لازم يكون الهدف البعيد الامتحان او نجاح، هو هدف، بس ده يكون اخر اهداف. انما الهدف القريب ان انا اكسب مهارات، صدقني هو ده اللي يمكن يفيدك اكتر، ان انا اكتسب مهاره معينه، اكتسب فكره معينه، اكتسب قدرات معينه. كل هذه القدرات دي هتساعدك اكتر بكتير من انك تحصل على شهاده ممكن تستفيد بيها او ما تستفيدش. لكن المهارات والقدرات اللي ممكن تتعلمها اكيد هتفيدك في حياتك العمليه. تاني حاجه عايز اقولها لكم، ان العدد اللي يعتبر بالنسبه لدكتور محمود الجميل يعتبر ضخم، مش عدد كبير. العدد ده هيعفينا تماما من حكايه فكره التمرينات العمليه. وبالتالي هنكون هيكون منهجنا مش معنى ان هو نظري يعني، لكن هنحاول نتشارك، ولو لقينا المجال يسمح هنحاول نقسم نفسنا مجموعات، هنحاول لو قدرنا نحاول، لو لقينا مع الوقت انه ممكن نقدر مجهود الطلاب في المدرج وكان عندنا قدره وظروف سمحتهم يمكن
بالنسبه للمنتهى، ان بعتبر التحريات دي هي اجراء من اجراءات من اجراءات الاستبدال. تمام. ايه الاثر اللي بيترتب على انها اجراء من اجراءات الاستبدال وليس اجراء من اجراءات التحضير؟ هو وكيل النيابه والشأن طبعا. وكيل النيابه، وكيل النيابه ممكن ما يكونش في تحريات المباحث، ولكن ممكن بشهاده الشهود بتخالف موضوع التحريات. عشان كده وتقيد موضوع التحريات. عشان كده احنا بنقول التحريات في كل الاحوال ليست الا مجرد قرينه. لا يجوز الاستناد اليها كدليل وحيد للدافع، كما يجب ان تعضدها ادله. الادله دي تتمثل في اجراء من اجراءات التحقيق زي استجواب المتهم، سماع اقوال الشهود، زي الاستجواب. لازم ان الى جانب اقوال الضابط عمرك شفت قائمه بادله السجود فيها خاليه فقط الا من حاجات المباحث؟ طبيعي ان فيها دايما تلاقي حاجات المباحث لازم تجيب والحاجات دي متمثله في قول ليس ضابط واحد. شكرا. تمام. دايما ليس قول ضابط واحد دايما بيبقى ضابطين، يقول لك الشاهد الاول فلان الفلاني معروف مباحث كذا، نشهد انه كذا، ولا تحريات اثبتت كذا، الشاهد الثاني ضابط فلان الفلاني نشهد فيما شهد سابقا. مش هتلاقي بتاع اثنين كده بس، لا لازم تلاقي يا اما تقرير خبره، يا اما شهاده، يا اما مواد حد ذاتها يقول لك الملاحظه سبب وجود حرص كذا. فعمرك ما هتلاقي بس دليل اجراء استبدال، لكن فكرتك ممتازه من وجهه نظري. فكرتك ممتازه ان يعني ازاي يكون مامور الضبط القضائي هو الذي يملي التحريات، هو الذي يقوم بكل هذه الامور، ثم في نهايه الامر يعد شاهد من شهود الاستبدال. شيء منطقي انك تطالب بفصل لا بس بالعكس احنا من وجهه نظر الضبط طموحك ده طموح عالي قوي. يا اخي ده احنا بنسعى فقط لفكره المصدر السري. ان يا ريت يا محكمه النقد تبداي تنكري فكره المصدر السري. وبالتالي على مأمور الضبط القضائي الذي يمتلك في التحريات ومعلومات الى مصدر السري ان يكشف عن مصدره السري. وقلنا في مقابل ذلك هيبقى عندنا قانون حمايه الشهود. لو انت خايف عليه بس ان المصدر السري ده اللهو الخفي اللي احنا بندور عليه. فانا في النهايه بقول ان هي مجرد تحريات منتجيه لا علاقه لها بالواقع. وبعدين فكره المصدر السري في الاسطانه في الحياه المنتجيه يقولوا نعم من مصادرنا السريه الى ان فلان الفلاني يتاجر في المخدرات. يجي وكيل النيابه يسال ما هي المصادر؟ يقول له مصادر سريه. هل يمكن الفرح بها؟ لا يمكن الفرح بها. طب هل تتقاضى اجرا؟ لا تتقاضى اجرا. هل تعمل للصالح العام؟ نعم تعمل للصالح العام. كانها اسطمبه. يعني اعتقد لما بيجي وكيل النيابه مع الفرح فجزء المصدر السري يقول للكاتب اكتب بقى ببالك وده للاسف محكمه النقد لحد الان مستقره على ان حق جمهور الضبط القضائي ان يحتفظ بمصادر اسراره في هذا المجال. ودي مش موجوده في القضاء الفرنسي، مش حاجه اسمها مصادر السريه، لان المتهم يجب ان يكون على علم على تلك المصادر وهدفها وغايتها وحكمتها من الاجلال عنه. لان ممكن المصدر السري بحد ذاته هو الذي يلفق او يكيد عشان يعرف حجم الخلاف او العلاقه اللي بين المصدر السري والمتهم. زميلكم ممكن ادخلنا بشكل مباشر في صميم الاجراءات البنائيه. انا عارف ان البعض منكم قد لا يكون على علاقه بمثل هذه الامور، والامر بالنسبه له ان هو جاي يدرس منهج وهيقرا كلمتين وهيشتري المذكره وهيشتري الامتحان وانتهينا. بس بقول لكم دلوقتي سواء ببشركم أو هل إذا كان الأمر هذا يعني سيسعدكم أو يخطئكم أن الأمر لن يكون كذلك. الأمر في النهاية مش كتاب، حكاية مذكرة، تحط كلمتين وشكرا، لا. الأمر هيكون على هذا العنوان. لأن إحنا مهما كان عددنا زيادة سيبقى عندنا فرصة إن إحنا نتناقش ونتكلم. مش عايزكم تكونوا قاعدين بالشكل ده، عايزكم تتكلموا أكتر مني، عايزين نسمع أفكار زي أفكار زميلي. طيب هل تاني في أفكار؟ انت في الدبلوم؟ ها؟ مسجل في المادة دي؟ ايوه معاك. انت مش مسجل معايا سالم؟
على سبب على سبب طيب وجاتها منين من عراق ومنين؟ يعني بالمناسبة أنا يعني أنا المفروض أنا في مصر في السنة 45 لغاية النهاردة وده وصلت الجامعة وحضرتك عارف الكلام معايا أنا كنت لما كنت موجود في عمان أنا حكيت لك كذا مرة والموظفين المصريين معانا كواجدين وما فيش ما فيش جديد بس ده سجل مكبوت متوافق عليه أو حتى مخالفة القانون غير المقصود وبالتالي هذه الأمور
لانه لما بيجي ممكن يروح بس احتياطيا ثم يروح للمحكمه فياخد براءه، او يروح للمحكمه ممكن تهدر حقوقه، او ان بناء على اقوال شهود زور الى اخر هذه الامور. طبعا انت بتحكي كلام هام، يعني هذا الكلام كلام عام، يعني ما نقدرش نقول ان في دليل قاطع ليه. مفيش دوله تقوم من غير دستور، وهذا الدستور هو اللي بيشكل قرار الاجراءات الدوليه. يعني انت لو رجعت الدستور 2014 هتجد ان المواد الخاصه بالحريات والحقوق العامه هي اصلها نصوص قانون الاجراءات، لما يقول لك الحريه الشخصيه معصومه لا تمثل ولا يجوز القبض على احد، ده نص الدستور، الا باذن فيما على حالات التلفظ الا باذن قضائي مسبب. لما تقول لا يجوز احتجاز الشخص، لما تقول لا يجوز تعذيب الشخص مثلا وتعد جريمه لا تسقط بالتفاضل، الدستور نفسه قال كده. فبالتالي مثل ما تتكلم عنه، اذا تعرض شخص للتعذيب ايا كان بقى مرحله، في الغالب اللي هي مرحله الاستبدال، دي جريمه مش جريمه؟ جريمه. لما بيتعرض شخص لاعتداء جريمه، مش عايزه كلام، انا مش عارف انت عايز ايه بالظبط في النهايه دي، بس وبعدين انت بتقول لي عايز تعمل مساءله للوزراء، مساءله عن ايه؟ يا اخي من ابسط شيء المسؤوليه الجنائيه شخصيه والعقوبه شخصيه، عايز تسائل الوزير عن ايه؟ على انه لم يلتزم به، فارجو ان يكون برضه كلامنا منطقي. كلامنا كونك متاثر بحدث او متاثر بقضيه اهدرت فيها الحقوق والحريات والضمانات وهذا وارد، بس مش معنى كده ان احنا نفكر في يعني ما احنا كلام كده، يعني هو نصيب مسلم. ده الوزير انت ما بيشتغلش من الخوف، عايز تخوفه اكتر، ده على العكس. يعني كمل اعتذارات عن المناصب، اسمع بس، كمل اعتذارات عن المناصب دي كتيرة. ليه؟ ده انت على العكس كانوا بيطالبوا بإصدار قانون يعطي حصانة للوزراء، لأنه بقت إيده مرتعشة. بقت كل مسؤول إيده مرتعشة، أنا لو اشتغلت هتعرض لكذا وكذا وكذا، وإيش مخالفات مالية، وإيش إهدار مال عام، وإيش اعتداء على مال عام، وإيش احتياس مال عام، وإيش على إيه؟ فبالتالي ما احناش ناقصين كلام، نقول والله أنت مسؤول على الطرف الاسم. تمام. لذا كان امر مباشر يعني، وطبعا كلام، لكن ما بنطاقش فيه، مفيش حاجه مش قابله للنقاش، حد عنده حاجه فيه. طب هو كله شباب يعني اللي هيتكلم، مفيش انسات، مفيش، فانتوا جايين بقى تكتبوا مذكره ولا ايه؟ حول ماده ثانيه. يقدر يطلع أكثر من مرة زي إيه؟ ما إحنا عندنا طبعا على الرأسين قصدي إيه؟ قصدي يعني إن هو القاضي ممكن إن أنا أراجعه في أحكامه، مش شرط إن خلاص حكم النهائي لا ده هيتطبق خلاص. ما هو يراجع في أحكامه. ما الأحكام قبل الإطعام، إيه هو الإطعام؟ ها؟ ايه طول الطعام؟ ايه طول الطعام؟ ايه طول الطعام؟ طول الطعام، طول الطعام. يعني الجوز اللي يقول لي حبيبي يقول لي طول الطعام ايه؟ طول الطعام. الصف الأول ده عايز واحد يقول لي يعني طول الطعام. عايز يكون كده. طريق واحد من طرق الله. حاجة من ايه؟
اي كتاب في الاجراءات منك لازم اعمل كتاب اجراء، ارجع لكتاب في الاجراء، اقرا قواعد عامه يعني اعرف يعني ايه استبدال، يعني ايه تحقيق، يعني ايه محاكمه، يعني ايه حكم. انا لو سالتكم دلوقتي يعني ايه الحكم الحضوري الاعتباري ما اعتقدش حد يعرف الحكم الحضوري الاعتباري. عدد وعدد، طب مين حصل على الدبلوم قبل كده؟
مين حصل على الدبلوم عام قبل كده؟ يعني نفس العدد. يبقى احنا تشكيله مجموعه اغلبنا اخذين دبلوم ويكملوا، ودي اللي بتزيد في مجالنا كويس. يعني برضو ان احنا بنتكلم في ده، بنتكلم في هو العمل. طيب ما عليك فارح ادخل في الكلام. طيب احنا هندرس ايه؟ انا من وجهه نظري هندرس اصحاب الاحتياط، وفي نفس الوقت هندرس منهج تاني نوع اخر لاصحاب الاحتياط، وهو حمايه بنائيه الاجرائيه للصحه. وهنبدا مباشره بيان العلاقة بين الحبس الاحتياطي كبحث وحماية الصحة الإجرائية. أنتوا فاكرين المشكلة اللي بتصير قبل ما تتذكروا لما كان بيتم حبس الصحفيين احتياطيا، وبالتالي كذا حالة وحصل تعديل بمناسبة هذا الأمر. فاحنا هنناقش إن شاء الله البحثين. لما نيجي للحبس الاحتياطي معتمد على تعديل النص طبعا. هل في حبس الاحتياطي اللي هو ايه؟ بالنسبه للتعديل لما في الحبس الاحتياطي اللي هو بينزل عنه كله؟ طيب ده مين هو تحت الكلام؟ نرجع بقى نتكلم عن اللي هو احنا المفروض 10 محاضرات، هنخصص 5 محاضرات أو 6 محاضرات، 5 في الغالب للحبس الاحتياطي و5 للصحة. بالنسبة للبحث بذاته هو الأبحاث اللي هي بتدرس في مرحلة الدراسات العليا، أبحاث دي خاصة بالمحاضر، هي كانت عبارة عن مؤلفات كانت في التأهيل. فبالتالي هتلاقي الأبحاث إلى حد ما بتحاول تقدم للمتابع فكرة. بس خلي بالك في الحبس الاحتياطي في امر مهم جدا. البحث لما تم وانت بتقرا البحث بعنوان الحبس الاحتياطي بين قيوده والتعويض عنه. البحث ده تم اعداده او تاليفه قبل 2006. مشكلته انه تم تعديل القانون الخاص بالحبس الاحتياطي بالقانون رقم 145 لسنه 2006. يبقى انا عندي احكام خاصه بالحبس الاحتياطي قبل 2006 وبعد 2006 واكثر من تعديل. البحث كان رساله موجهه من الباحث للمشرع بضروره تعديل احكام الحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات الجديده. عايزين نشوف من خلال البحث والباحث هينوه في هذا. طبعا هنتكلم هنفصل الامرين من المحاضر والباحث او المؤلف. المحاضر ممكن يكون له رأي، هو بيعرض في بعض أفكاره أو بيعرض في بعض أفكار المؤلف، لأن المؤلف مؤكد وهو بيكتب مؤلفه كان متأثر ببعض الأفكار، والمحاضر الآن وهو يلقي المحاضرة ممكن يكون مختلف عن المؤلف مش عيب. بالنسبة للبحث الأول اللي احنا هندرسه دايما ركز على إيه هو اقتراح الباحث؟ والمشرع المصري هل استجاب الى اقتراحاته ام لا؟ يبقى انت من خلال قراءاتك للبحث هيبقى المؤلف او الباحث بيسعى لاقناع المشرع ببعض التعديلات الخاصه بالحبس الاحتياطي، وبالفعل صدر القانون 145 لسنه 2006 بتعديل احكام الحبس الاحتياطي. وعايزين نشوف هو هل تأثر بالباحث ولا لا. ويمكن انا متذكر ان ظروف البحث ده فعلا كان يعني الى حد ما كان اساتذتنا رحمه الله عليه كان الدكتور مأمون سلامه وهو والدكتور فوزي عبد الصدار كانوا مشاركين بالفعل في تعديل احكام الحبس الاحتياطي، وكان هذا البحث من ضمن الابحاث اللي كانت مطروحه للتبقية، وكان من ضمن الابحاث المطروحه في السوق،
تغير في بعض المسائل، هتلاقي المشرع فعلا كان متأثر بهذا البحث في مسائل كثيرة، سواء تبنى بعض الاقتراحات أو اختلف مع الباحث في الاقتراحات. البحث الحقيقي عبارة عن دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي. البحث ليس متعلقا بكافة أحكام الحبس الاحتياطي، ولكن متعلق فقط بقيوده والتعويض عنه. يعني هتلاقي البحث منقسم إلى جزئين، الجزء الأول يتعلق بالقيود، والجزء الثاني يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي إذا صدر قرار بأدى وجه أو صدر حكم بالبراءة بعد حبس المتهم احتياطيا. بنفكر في التعويض، كيف يكون التعويض؟ هذا التعويض تناوله الدستور ولم يصدر به إلى الآن قانون كما ألزم الدستور المشرع. يبقى إذا البحث زي ما قلت لكم لازم، وأنا بقراه لازم أحط في ذهني إن المؤلف كان بيكتبه قبل 2006 في ظل أحكام معينة للحبس الاحتياطي، وكان بيكتبه متأثر بإقناع أو اقتراحات معينة للمشرع. وبعد انتهاء البحث فعلا المشرع تبنى بعض الأفكار من هذا البحث. يعني الباحث يمكن بعد كده عدل بحثه أكثر من مرة وأكثر هذه التعديلات في البحث، لكن عندك بعض المظاهر اللي بتبين لك إن البحث فعلا كتب قبل أو كتب قبل 2006. طيب كانت إيه الأفكار؟ طبعا إحنا اتفقنا إن إحنا هنتكلم مش بشكل منظم ولا بشكل منمق ولا بالشكل المعتاد اللي احنا كنا بنط فيه محاضراتنا في الليسانس. احنا بنخاطب باحثين، مش حاجه اسمها احنا كده خدنا كام صفحه احنا تجاوزنا، لا احنا ممكن ناخد جزء من اول الكتاب وجزء من اخر الكتاب، وممكن نهمل جزء تماما ما نتكلمش فيه، بس الكتاب كله مكرر لان مش حاجه اسمها مفيش حاجه اسمها في الدبلوم انا هلغي ايه او مش هلغي ايه. لكن ممكن اقول لك والله الجزء ده مثلا هيكون لن يكون محلا للامتحان او محلا لسؤال في الامتحان، لكن احنا بنتكلم بصفه عامه في منهجيه الباحث. دايما لما اجي افكر انا دلوقتي بفكر نفسك، انا عايزك بس تتخيل نفسك انك فكرت هتكتب باحث، تكتب في ايه؟ وايه اللي هيسيطر عليك؟ وايه الفكره اللي انت عايز توصلها؟ هنا الباحث كان متاثر في كتابه البحث دي، زي ما قلت لكم بقى كانت في مشاكل، الناس بتحبس احتياطيا وبعد ما يتحبس يقولوا له اسفين او اعتبارا، او بيحبس دون مبرر، او يحبس دون تسبيب. كان الحبس الاحتياطي اداه سهله جدا في يد سلطات التحقيق. معايا يا نساء؟ كان اسهل حاجه على وكيل النيابه دي احتياطي. وهل ده اللي هيجعلنا تاني ان احنا دلوقتي عدنا الى هذه المرحله ان رجعنا تاني للحبس الاحتياطي بقى سهل جدا رغم القيود الكتيره اللي جاب بيها المشاركه؟ هقول لك حاجه بستلطف بيها الاحداث لاول مره من وجهه نظري كاستاذ في القانون الجنائي، ان المشرع المصري بالقانونيه 45 سنه 2006 اللي عدل فيه احكام الحبس الاحتياطي لاول مره يصدر الفقه والقضاء. يعني طول عمرنا نناشد المشرع ان يفعل كذا وكذا، نناشد المشرع ان يعدل كذا وكذا، ان ياتي لنا بتعديلات، والمشرع يضن علينا وياتي لنا بالقليل مما اقترحه. اول مره، وانا هثبت لكم ان المشرع تجاوز طموح الفقه. طموح الفقه، يعني انا هتلاقي المشرع تجاوز طموح، يعني انا كنت في البحث بطلب على استحياء امور معينه، ايه تجاوزت؟ سبقني. قال انت عايز كده؟ لا والله. واول مره هتلاحظوا ودي موجوده ومؤكده ومعلومه بقى ما فيهاش يعني ما احناش بنمس حد. والاول مره القضاء وعلى حسب علمي وعلى ما اعلم وعلى ما اظن في اسكندريه لم يطبق بدائل الحبس الاحتياطي اللي اتى بها المشرع. يعني لاول مره المشرع يصدر زي ما قلت لكم الفقه لأن سبقهم بطموحهم. يعني منحهم ما كان يطمح لهم وأقصى. وأول مرة يسبق القضاء بكثير
لان لما المشرع جاء بالقانون 45 سنه 2006 متاثرا بالكتابات الفقهيه اللي اتكلمت عن بدائل الحبس الاحتياطي في فرنسا، واتى المشرع المصري بيها بالقانون 45 سنه 2006، احنا لا نجد على حسب ظني وعلمي ما فيش قرار صدر في اسكندريه باحد بدائل الحبس الاحتياطي. شوفوا بقى لنا كام سنه؟ 11 سنه. يمكن في القاهره شويه قرارات صدرت على السريع. يعني عندنا بعض بدائل الحبس الاحتياطي، انا عارف ان بعضكم دلوقتي حاسب احنا دخلنا بشكل مباشر، ده لازم. بدائل الحبس الاحتياطي كثيره انه يلزمه بالتردد على قسم الشرطه، بدل ما يحبسه احتياطي يلزمه بالتردد على قسم الشرطه في اوقات معينه. يلزمه بعدم مباحه المسكنه، هتقول لي ما هو ايه الكلام ده؟ ده كلام عشان احمي الحريات. زي ما انت قلت عشان احمي الحقوق، عشان احافظ على ضمانات المنتهى، ما اجيبش واحد احبسه في الاخر اقول له احنا اسفين. بعد ما هو براءه احنا اسفين. او بعد ما يتم او بعض الادله تيجي والله نقول اكتشفنا ان احنا اخطانا. فالحبس الاحتياطي للاسف اداه سيئه جدا واجراء ما زلنا نقول عنه اجراء من اجراءات التحقيق وهو اجراء شاذ ولكن لابد منه. يعني لو حاولت تبحث عن الحبس الاحتياطي زي ما بنقول كده شر لابد منه. لان في بعض الجرائم او بعض المشكلات التي تحدث في الواقع ولا يجب أن تحقق مفرا إلا أن يحبس المنتهى الاحتياطي. ده قد يأتي الحبس الاحتياطي حماية للمنتهى نفسه خاصة في جرائم القتل. قد يأتي الحبس الاحتياطي لأن المتهم ليس لديه مثلا محل إقامة. قد يأتي الحبس الاحتياطي لأن التهمة الموجهة للمتهم قد يؤدي إخلاء سبيله إلى العبث بالأدلة. أو يؤدي إخلاء سبيله إلى التأثير على الشهود، أو يؤدي إخلاء سبيله على العبث بمسرح الجريمة، وبالتالي كان الحبس الاحتياطي رغم قلنا شذوذ، وهذا الشذوذ يتأتى من أنه مخالف لقرينة البراءة، إلا أنه لابد أن يكون موجودا في أي نظام قانوني هذا الحبس الاحتياطي. يعني لو قلت الحبس الاحتياطي بيصطدم، أول ما يصطدم يصطدم بإيه؟ بقرينة البراءة. ايه هي قرينة البراءة؟ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. يبقى كونك بتحبسه يبقى كأنك نسيت هذه القرينة. عشان كده لما نيجي نتكلم عن طبيعة الحبس الاحتياطي. هذا الإجراء طبيعته إيه؟ هل هو مجرد تبديل احترافي؟ ولا حكم تمهيدي؟ ولا عقوبة؟ ولا حكم؟ ولا هو مجرد اجراء من اجراء التحقيق؟ هل نقدر نقول ان هو تفكير احترافي؟ يا حضرتك يبقى اذا لازم واين مكان انا ضد في القانون ضد الاختلافات التي ليس لها اصل. أي كانت طبيعته؟ بس احنا قدام مشكلة اللي هي الحبس الاحتياطي. محتاجين ننظمه. هتلاقي المشرع المصري القانون 145 لسنة 2006 معلش في الكلمة شقلب وغير كل أحكام الحبس الاحتياطي. أتى بالجديد. إيه الجديد اللي أتى بيه؟ أول حاجة أتى بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي. كان زمان ملوش حد أقصى. قبل 2006 يبقى أتى بالحد الأقصى اللي هي المادة 143. الجديد اللي أتى بيه، الجديد اللي أتى بيه في الحبس الاحتياطي إنه على الأقل جعل الاختصاص بإصدار الأمر بالحبس الاحتياطي من درجة وكيل نيابة على الأقل. كان الأول ممكن من أقل من هذه الدرجة وسام. ثم اللي أتى بيه جديد جدا التسجيل، الأمر بالحبس الاحتياطي لم يكن مسببا قبل 2006. هنا الزم مصدر الامر انه ايه يسجله. اللي اتى به جديد ايضا طالما هو الزم مصدر القرار الحبس الاحتياطي بتسجيله فسمح للمحبوس احتياطيا ان يستاذن. هذا جديد. الحبس الاحتياطي كان
هم المشرع بعد 2006، وكان هم المشرع في تعديلات، وكان هم المشرع في مناسبات عدة. والحجز الاحتياطي سيبقى دائما موضوعا مطروحا للنقاش، سيبقى دائما موضوعا ينشغل به المشرع والباحثون، سيبقى موضوعا عمليا واقعيا يؤثر ويتاثر. احنا عايشين في الحجز الاحتياطي، اللي منكم بيشتغل بالقضاء او الاعمال القانونيه بصفه عامه، الحجز الاحتياطي جزء كبير جدا من حياتنا، حتى اللي مش بيشارك في الحياه العمليه يعرف يعني ايه قصد الحبس الاحتياطي، يعني ايه يتم التحقيق مع انسان ويتم حبسه احتياطيا، وطرق الطعن في هذه القرارات، وما يمكن ان يتعرض له انسان اثناء الحبس الاحتياطي، وما هي وصمه العار التي تلحق الشخص اثناء اثناء حبسه الاحتياطي. كل هذه المشكلات بتستدعي مننا كباحثين نبدا بقى نفكر الاول ايه؟ هل بقى المشرع لما انصبنا سنة 2006 محتاج تاني يوصفنا بعد ما وجدنا هذا التطبيق الصحيح او غير الصحيح لقانون 145 سنة 2006؟ هل ممكن ان نقدم جديدا للمشرع بعد ما شاهدنا في الواقع العملي؟ الواقع العملي افرز عدة مشكلات. المشكلة الأولى أن المحاكم لم تعد تلتزم بالحد الأقصى. لو أنتم بتشتغلوا في المحاماة هتلاقي بعض المحاكم لما تيجي تدفع قدامك تقول والله أنا تجاوزت الحد الأقصى. المتهم تجاوز الحد الأقصى سنتين، تقول لك لا مش هو في سبيل. هنرى ازاي النيابه العامه في كثير من الاحيان بتتعسف في استئناف قرارات اخلاء السبيل. يعني لما بيتم اخلاء سبيل الانسان بعد الطعن على قرار الحبس الاحتياطي، النيابه كمان بتستانف القرار المستانف وهذا لا يجوز في الواقع العملي. من المشكلات هنجد ان في بعض التعديلات في الحبس الاحتياطي جاءت ليست الا بغرض مناسب، ولكن لم تكن لها حكمه معينه. وليه هنأجل هذه او هذا الحديث؟ يمكن من وجهه نظر كمحاضر وكمؤلف حسب الرئيس الاسبق مبارك الحد الاقصى الحبس الاحتياطي لو تتذكر، لما محكمة الجنايات الأولى حكمت عليه بالسجن المؤقت، صح؟ تم الطعن على الحكم بالنقض، نقض الحكم. بعد كده استعاد محكمة الجنايات اللي هي محكمة الإعادة. محكمة الجنايات الثانية أثناء نظر محكمة الجنايات الثانية للدعوة كانت مدة الحبس الاحتياطي اللي هي القصوى الحد الاقصى اللي هو السنتين. ال 18 شهر مش السنتين، لان هي كانت قبل بعد ال 18 شهر. كان الحد الاقصى للجنايات لعقوبات الجنايات كان 18 شهر. وكانت للجراء من المحكوم فيها بالاعدام كان سنتين. يعني عشان اسهل لكم الامور عشان اجيب لكم المشكلات اللي احنا داخلين عليها ونفكر فيها. اثناء محاكمة مبارك كان عدد 18 شهر. لما يكون الجريمة Thank you.
جاء المشرع بأحكام خاصة بالحد الأقصى والحبس الاحتياطي، تمثلت الحد الأقصى والحبس الاحتياطي سنتين. بمعنى إن الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الجنايات لا تزيد فيها مدة الحبس الاحتياطي عن سنتين. بعد كده حصلت مشكلة. أول حاجة مبتهم أو مدافع عن المتهم أول ما يروح قدام محكمة العدل يقول له إيه؟ إخلاء
فلما تناظر المهد مدة بتاخد أكثر من إيه؟ من سنتين. يجي القاضي يقول لك بقى في البلد كده بقى أنا عيني فوق كتفي وأرجع أدور عليه بقى أنا عندي متهم محكوم عليه بالإعدام أسيبه طب ما هيسافر طب ما هيهرب. فقال لك بقت عندنا مشكلة المادة دي أصبحت لا ما بتتطبقش. وخاصة إن القاضي يقول لك حد مش هتعين حكم. فكان التعديل ايه المقترح؟ قال دلوقتي القاضي اخطر ما اخطرش وخطا. خطا. طب الحال؟ لما قعدنا فكرنا في الحال كان هو ده نواه القانون 153 لسنه 2007. وده انا بقول لك اول مره ليه نتابع بس؟ انا ارجو ان انتوا تتابعوا. اول مره المشرع المصري يكون زي المشرع الفرنسي. مشرع الفرنسي ما عندوش مشكلة إنه يصدر القانون النهاردة يلاقي مشكلة في التطبيق تاني يوم يغيره. لو عنده مشكلة ويعدله. هنا المشرع المصري لحق نفسه في 2007 حكاية قالت إيه؟ ومع ذلك أضاف فقرة جديدة بقى في المادة. ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا 45 يوما قابلة التكليف دون تقيد للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. يعني خلاص يعني لو جالك الحكم يا محكمة النقض يا محكمة الإحالة لو جالك حكم كان أصل حكم بالإعدام فأنت غير إيه؟ مقيدة. قالك بقى أقر الواقع هو مش معقول يبقى محكوم عليه بالإعدام مصير. لو ما بدا لو ما بدا ماشي طب مش معنى انا بخاطب محكمه النقض؟ يقول لمحكمه النقض او لمحكمه الاحاله اذا كان الحكم صادرا بالاعدام لا تتقيد. هنا محكمه النقض ايه؟ هنا ايه؟ تنظر صح في الموضوع هنا بتتحول لمحكمة موضوع هي لما يبقى عندها ده لا سقوط طبعا بس انت ماسكين حق التصدي مش محكمة الله ممكن تتحول لمحكمة موضوع امتى تتحول لمحكمة موضوع؟ حالة طعن على الحكم مرتين ونقض خلاص بتتحول يعني نقضت اول مرة وحالة وبعد كده لما احال صدر حكم جنايات فاتنقض فيه فناضي هنا بقى ما ترجعوش تتحول لمحكمه موضوع زي حكم مين؟ حكم مين دلوقتي اللي احنا عايشين فيه؟ ما انتوش معانا ولا ايه؟ ولا انا الواحد بس اللي بفكر ايه المحكمه اللي حكمت على الضرب؟ اللي حكمت عليه مين؟ محكمه النقض بس كانت حولت لمحكمة ايه؟ لأن الحكم اللي صدر عليه بالسجن المرتد الطعن عليه بالنار راح رجع تاني ماشي؟ مخدرات فالحق برضه لما راح نقض وبعد النقض ايه؟ خلاص بقى تتحول محكمة موضوع ما ترجعش وهي اللي ايه؟ تتصدر نظر الموضوع وحكمت او حكمت بالبراءة من وجهة نظري من اول جلسة مش بعلق الاحكام. بس مش معقوله ولا حكم ادام. الناس لما زعلت قال لك نودي احمد عز. طب دكتور لا استنى. خليك انت في الاخر. بعدين اعرف ساعات الناس اللي بيحكموا تعقيدا ساعات. ما احنا بنعرف عليهم احنا ما يتصرفوش يسال ما يطعموش. ما يطلعش. صدر الخميس يا دكتور الخميس الماضي مش مشكلة مش الحكم بياخد 30 يوم هو اللي مش مع اسبابه ده مش مع اسبابه طيب حصلت مشكلة تاني مشكلة قاضي المباراة لما محكمة
المحكمة الأولى اللي ركب في كنيسة كنت على السجن المؤبد وراح النار ورجع قدام محكمة الجنائية الثانية جاء أخونا المدافع عنه قال له بس إحنا سجين فاتت السنة دي قاضي على طول أقضيه كتاب لا سجين أنا فيه مطبق قانون كلمني
لما اجي اقول لك الماده 134 قبل 2006 وبعد 2006، لما اجي اقول لك يجوز سلطه التحقيق ماذا؟ يجوز إقامة التحقيق أو النيابة العامة بعد استجواب المتهم إذا كانت الواقعة جناية أو منحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر والدلائل عليها كثيرة يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا. يبقى المادة قبل 2006 كان الحبس الاحتياطي جائز في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر. لما جت بحث قالوا مؤلف قالوا هو مؤلف مدة كتير معزيز. عشان كده هو بيتكلم عن قيود الحبس الاحتياطي. يعني ايه قيود الحبس الاحتياطي؟ يعني لهم انتوا خلاص الواقع عامل الحبس الاحتياطي بقى اصبح واسع قوي، فانت عايز تقيده تضيق من نطاقه، فده قيود. وفي نفس الوقت تسمح حتى من يضار بالحبس الاحتياطي التعويض. فكان الحبس الاحتياطي كمنهج للمؤلف منقسم الى القيود والتعويض. فالباحث اقترح ان انا اقصر الحبس الاحتياطي على الضرائب المعاقب عليها بالحبس مده لا تقل عن سنه. يعني الضرائب المعاقب عليها بالحبس من 3 شهور لسنه لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي. يبقى هنا هو ضيق من نطاق الحبس الاحتياطي. ده النص. وبعد كده اذا توفرت احدى الحالات او الدواعي الاتيه، اذا كانت الجريمه محل الدراسه يعني مش كفايه ان هي كانت بس معاقب عليها بالعقوبه دي، ده لازم تتوافر مبررات للحبس الاحتياطي. اذا كانت الجريمه محل الدراسه كان مخشى مرور المتهم خشيه الخبرات ومصلحه التحقيق او العجز بالادله وتاثير على الشهود الى اخر هذه الامور، يعني لازم يسببه وهكذا. لما احتاجك للقسم الثاني او الجزء الثاني من الكتاب ده هتلاحظ ان الباحث اخذ دايما نموذج، حتى الجزء الاول المتعلق بالقيود هتلاقيه اخذ القانون الفرنسي كنموذج. وهتلاحظ حاجه عجيبه ان بدائل الحبس الاحتياطي او مبررات الحبس الاحتياطي سواء في القانون الفرنسي هو المشرع المصري تبناها مباشره. عشان كده بقول لك كان اسبق من الفقه، يعني غطى طموح الفقه. عشان برضو اقول لك النقطه دي بسرعه، ازاي هو تجاوز طموح الفقه؟ هدي لك مثال. لما يجي يقول لك يلزم، هو احنا هدف المحامي على نقطة الدولة كان في ايه؟ مش في بنات؟ افرض دلوقتي المتهم بجناية راح واقف مش لابد من حضور المحامي آسفة؟ مش لابد من حضور المحامي مع المتهم بجناية؟ لابد من حضور المحامي. يقدر كده المتهم يقف من غير محامي في الجنايات؟ طب قال له انا ما عنديش محامي، يبقى المحكمه ايه؟ هذه الدعوه المحاميه على ناقض ايه؟ الدوله. طب لو جنحه يجوز؟ يجوز ايه؟ لا انا بقول يجب ولا لا؟ يعني يجوز حضور الجنحه من غير محامي ولا يجب؟ Thank you.
ده الكلام ده سنة 2006، نجيبنا 2006 معيار بتاع قبل 2006 وقبل قانون 1945 كان الوجوب فقط يقتصر على حضور محامي قدام محكمة الجنايات المتهم بس. لكن بعد 2006 حصل ايه؟ هنا في الاستجواب أبت لابد من حضور محامي إذا كانت التهمة ايه؟ جنائية. إنما لو كان الجنحة بيستجوبوا الجنحة، البحث هنا قال لك يا سلام، يعني أنا أطالب المشرع بالحضور الوجوبي للمحامي في التحقيق بمناسبة الجنحة، علما بإنه حضور المحامي أمام الجنح إيه؟ جوازي. أنتوا متصورين مشكلة. يعني أنت دلوقتي عندك جنحة بيتم التحقيق فيها. ليه قبل المحكمة؟ الباحث كان على استحياء عايز يلمح، لا ده انا عايز المحامي كمان يحضر لان الحبس الاحتياطي لا يكون الا بعد استجواب، والاستجواب يعني مناقشه المتهم واجبته الادله. فقال لك اذا كان اصلا لما بيجي يتحاكم لا تجد له محاميا في الجنح، ده انا قاصر بس على الجنايه، عارف المشرع للامانه عامل ايه؟ قال لك ولا تزعل، هتجي لك محامي في الاستجواب في التحقيق اذا كانت التهمه جنايه او جنحه معقب عليها بالحبس الوجوبي، وراح رايح معدل نفسه عشان ما يبقاش متناقض، مش معقول انا هدي لك محامي في التحقيق واسيبك في المحاكمه اللي هي راح رايح معدل ماده المحاكمه وقال ايه؟ حضور وجوبي في الجنايات او جنحه معقب عليها بالحبس الوجوبي، كان امر منطقي جدا. عشان كده هنا بقول لك تجاوز ايه؟ طموح الفقه. عشان كده بقى بفكر دلوقتي لو عايزين نطمع كمجموعة بحث نطمع في ايه؟ ده اللي نقدر نفكر فيه دلوقتي، وممكن المشرع يوافق لينا على ايه؟ فشك احنا 2006 ده كان يعتبر طفرة، يعتبر هدية للمشرع، بس احنا مع التطبيق العملي وجدنا مشكلات، مع التطبيق العملي ما زالت عندنا مشكلات في حفظ الاحتياط. هل يبقى طيب عندنا طموح ان انا الغي الحبس الاحتياطي في كل الجنح ولا لا؟ نحلل نشطح المانع ان لا يجوز الحبس الاحتياطي الا في الجنايات فقط، تبقى اهدافها تقول يعني اه لا يجوز، ما هو جنح يعني ايه؟ يعني جريمه معاقبه عليها بالحبس مده لا تزيد على استاهل حبس احتياطي. هل نقدر نفكر في استثناءات؟ ممكن اه نلغي الحبس الاحتياطي في الجنح، بس نفكر في استثناءات بعد الضرر ممكن زي ايه؟ بلطجه، سرقه، نصب، نقدر نفكر فيه معايا؟ نقدر نفكر ازاي نقيد المحاكم بمده الحد الاقصى للحبس الاحتياطي؟ انا فاكر اتذكر في قضيه جبت وكان مع تقدير للمحكمه طبعا انا من لا اعلم، ولكن كان متهمي قاعد اكثر من 3 سنين، وكنت بدفع دايما بضروره خلال سبيله له ومخالفته للماده 143، وكنا دايما نقول ايه يجب الماده بتقول يجب الماده 143 اهي تقول ايه؟ لا يجوز فلا يجوز وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد على كذا. كان كل جلسة تتوقف بالطلب. رحت آخر مرة جايب إيه؟ جبت كل إخلاءات السبيل من أول بقى اسمه إيه ده؟ زهير درانا وكل الردود النظام السابق قال كل دول في السبيل. قلت له والله متهمي لم يرتكب ما ارتكبه هؤلاء. وأغلي سبيل. كله خدوا بناء على ماذا؟ على الاقل لا يمكن كان بجريمه ماليه برضه
اخواننا المحامين بيجوا قدام القاضي، احنا عايزين شهود الاثبات، يوم اجل هابن. لا احنا ما كانش قصدنا الشاهد الاول، احنا عايزين الشاهد الخامس. الشاهد اجل هابن والشاهد الثالث. لا والله عايزين نسمع الطبيب الشرعي يا اجل هابن. لا والله عايزين نناقش المجمع عليه يا اجل هابن. يبقى انت بنفسك اللي عايز توصل للقاضي لايه؟ الحد الاقصى بعثك والله انا عايز الكاسه دي. ما هو برضه مش منطقي. يبقى ازاي لو عايزين ننزل المحكمه بالحد الاقصى ازاي نعفيها؟ خلي بالك ده حديث الان. من ان عدم. عدم استجابتها لطلب سماع الشهود الموجودين في قائمة أدلة السجود، هذا الرد لا يعد إخلالا من حق الدفاع لأنها طلب غير جوهري. أنتوا عارفين إما الطلبات جوهرية تلتزم بها المحكمة يا طلبات غير جوهرية. هنا لو المحكمة ما استجابتش للطلب سماع شاهد الإثبات وحكمت، يبقى أنا هروح قدام المحكمة في المقطع أقول ده إيه؟ إخلال من حق يعني المحكمة سمعتنيش شهود الإثبات. يبقى عايزين نتوازن، وده الحديث دلوقتي في تعديل قانون الإجراءات الجنائية إن عايز يدي سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع فيها تستجيب بسماع شهود الإثبات بقى. ولا يعد ربطها إخلالا من حق الدفاع، ولا يعد الطرف في ذاته جوهرية. يمكن دي افتتاحية بسيطة تنبه الاذهان الى اهميه موضوع الحبس الاحتياطي اللي احنا هنتكلم عنه، سواء من الناحيه النظريه او من الناحيه العمليه، وفرصه للي بيشاور عقل ياجلها ترمين تاني او يغير الدبلوم. ما قدموش. ها؟